في فلاش ديالي نينا بيوتي 19. اليوم جيت على الطلب ديالكم ديال الناس ديال لا سناب شات فاميلي ديالي، واللي الطلبات ديالها ديما مستجابه. اول طلب طلبوا لي انني نبارتيسيبي معاكم لا بلوبار ديال لي ديني ولا ديال لي روبا اللي كنصاوب، وغندير لكم بهاد لا غوسيت ديال الورقه اللي هذه فيها المكون الاساسي ديالها هما الوراق البسطيله. تقدروا تاخذوا الوراق البسطيله من عند الناس اللي كيصاوبوها، مي جو كرو ما كتكونش بزاف، كتكون غير في رمضان دو بريفيرونس تاخذوها من لي غران سورفاس. كايناش في بيم وما كايناش يمكن غير في بيم، كاينه في مرجان وكاينه حتى في اسيمو وكاينه في كارفور. الثمن ديالها ما عقلتش عليه، ما نخليه لكم في لا بار دانفو. فيها 10 الوراق ديال البسطيله، زوينه وكتعجبني، ما كتجيش قاصحه وما كتلصقش. وغادي ندوزو للمكونات الاساسيه ديال الوصفه اللي هي عشا خفيف وظريف وبالزربه. المكونات الاساسيه كما قلت لكم البنات هما هادو. غتاخذوا جوج البصلات كبار تقطعوهم طريفات صغار، غتاخذوا لي شامبينيون اللي بغاو لي شامبينيون الاخرين دو باري ياخذوهم، سينو ياخذوا هادو لي كونسيرفي ا كونديسيون يغسلوهم وينشفوهم مزيان. غتاخذوا الربيع والمعدنوس، غتاخذوا فيون داشي لا كونتيتي اللي بغيتو، وكاينين لي فروماج توست، سواء تحكو توما سواء ديروا هاد الدويمه ديال توما، انا ما عنديش اكطويلمون. وغتاخذوا شويه ديال الموتزاريلا ومليحه وبزار، واللي ما عندوش لا موتزاريلا ياخد فرماج روج وصافي. ندير غناخد مقيله غادي نشعل عليها نار مهيله وغنخوي عليها البصله هكا، وغادي نزيد عليها قياس ديال ربع كاس ديال زيت العود. اللي ما عندوش زيت العود يدير الزيت العاديه ماشي مشكل. وغادي نخلي البصله طيب مزيان كما كنقولوا غادي تشحر حتى يولي اللون ديالها ذهبي، عاد نقدروا نزيدوا عليكم ونخليو البصله تشحر شويه. دو بريفيرونس تكون المقله كبيره واسعه باش هكا دغيا تشحر لكم البصله وما يبقاش شي طايب شي خضر. وغادي نزيد عليها الربيع والمعدنوس اللي قطعت قبل، وغادي نزيد عليها دويمه هذه ديال الثومه اللي عنده كما قلت لكم الثومه العاديه يديرها فوالا. وغادي نزيد عليها قريصه ديال الابزار وقريصه ديال الملحه، ما تكثروش عفاكم الملحه حيت ديجا غديروا فيها الفرماج وش حاجه اخرى ملحه، لا ياكلوا الفرماج غديروا فيها الفرماج توست والفرماج ديال الموتزاريلا يسون زعما اسي مالحين، ما كاينلاش تزيدوا اكثر. غادي نخليهم يتخلاو مزيان ويشربوا العطور ديال بعضياتهم ونرجع لكم. تحسوا بها بدات كتهبط شويه البصله، غتزيدوا لي شامبينيون كما قلت لكم، اللي بغى يدير لي فري يديرهم، اللي بغى يدير هادو لي كونسيرفي حتى هما يديرهم ماشي مشكل. ليسونسييل كما قلت لكم يكونوا مغسولين ومنشفين مزيان باش هكا ما يطلقوش الماء في الحشوه اللي غادي نديرو. الشامبينيون غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم باش هكا يشربوا العطور، وقد ما طابت البصله مزيان وطات مزيانه كيف ما قلت لكم البنات كنخليوها بعد ما كنزيد عليها لي شامبينيون والعطريه كنخليها تشرب العطور مزيان هي والشامبينيون حتى كتهبط البصله وكطيب مزيان ما كتبقاش قاصحه كتحسوا بها. عاد نزيدوا عليها المقادير اللي بقاو. البنات ملي كتحسوا ب البصله هبطات وطابت كتزيدوا عليها الكفته، كتبداو تفرتوها غير شي شويه، كتحطوا لا كونتيتي اللي بغيتو. انا كنبغي ندير اون غروند كونتيتي باش ما تجيش الورقه ما تجيش الورقه بالكفته، ما تجي الكفته بالورقه، تجي عامره وبنينه. غادي نحاول نخلطها مع المكونات كاملين. خليت الكفته قطعتها طريفات وخليتها تدخل مع المكونات الاخرين باش هكا حتى هي تشرب العطور. غادي نخليها واحد 5 حتى 7 دقائق حتى تحسوا بها حتى هي طابت. عاد نزيدوا عليها شويه ديال الموتزاريلا، ودابا نمشي باش نبريباري لكم الورقه كيفاش غادي نديروا لها. البنات نسيت ما قلتهاش لكم، هذه كفته ديال البقري. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الكفته ديال العدان ما كتجيش زوينه،
وكتلق الماء بزاف، وحتى لي كو ما كيجيوش زعما اسيزوني، ما كيجيوش زعما مقادين، كيجي داكشي مرون، لادان تفقو، لي شامبينيون فقو، كل حاجه فقو. تقدروا ديروا لادان الا كنا غندوا لا كريم فريش، حيت الكو ديال لا كريم فريش يقدر يضرخ، ما بيستو ما كاينش لا كريم فريش، كاين غير زيت العود والملح والبزار. الوغ غتباغي الكو ديال الكفته والفرماج، سوا فرماج روج فرماج هذا، سوا الموتزاريلا دو بريفيرونس ديرو ديال البقري. زدت عليها كميشه ديال الموتزاريلا، وزدت عليها شويه ديال الفرماج روج حتى هو حيت كاين عندي صافي. وغنخليوها غير واحد 5 مينوت غير بما يطلق هذا الشيء فيها، و صافي. وباش هكا نصاوبوا الحشوه ديال الورقه، ما قلت لكم غادي ندوز للورقه. خديت زلافه ودرت فيها كاس كبير ديال الحليب وثلاثه المعالق ديال الزيت العاديه، خلطتهم. وغادي ناخذ الفرماج توست حتى هو، وغادي ناخذ الحشوه، معلقه كبيره من الحشوه. اول عمليه اللي بغيت ندير انا فاش كناخذ الورقه، فاش كناخذ الورقه كنديرها في داك الحليب والماء، باش هكا كتجيني رطبه وما كتجيش قاصحه في الفران، حيت نورمالمون كاين اللي كيديروهم في مقله ثقيله. الا بغيتو ديروهم في مقله ثقيله ديروها، الا بغيتو ديروها في الفران يكون حسن. انا غادي نديرهم في الفران. كما قلت لكم كنسرح الورقه بحال هكا، وكندير معلقه كبيره ديال الحشوه ديالي، كنحطها بحال هكا، كنسرحها، وكنزيد عليها هذا الفرماج توست، كنزيد عليها من الفوق بحال هكا، وكنتنيها تنيه عاديه. الا بغيت نزيد بحال هكا هاد الحليب والزيت تجي رطبه وعشيشه، وكنتنيها تنيات يكونوا مقادين، ما ديروش البنات داكشي مكعبل، حيت سينا في العضه غادي تجيكم قاصحه. والتنيه الاخرى غنتنيها بحال هكا، كتستفوهم البنات كاملين على هذا الشكل ياك، وكتدخلوهم للفران. الا بغيتو ديروهم في الحليب والزيت اوكي، ما بغيتوش بلا ما ديروهم نتوما شنو بغيتو، غير اللي مهم فيها انها كتجي رطبه وهشيش اكثر. وهاد العمليه كنديروها فيهم كاملين باش كيجيو بحال هكا كاري، وكنستفوهم في الفوخ، وكنديكوريهم بالفرماج. خليكم معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. كنديرهم انا كاري حيت الفرماج توست كيجي كاري، ما نقدرش نديرهم في شكل اخر. كنخليهم درجه ديال الفرن ديال 180 دوغري والمده ديال 15 ا 20 مينوت حتى كيتحمروا مزيان، وكنخرجهم وريكم الشكل النهائي ديالهم في طبق تقديم. ديالهم هما حمرين ومزينين وزوينين الوغ كيجيو بحال هكا. كدرت عليهم موتزاريلا، الا كان عندكم فرماج روج ديروه، ديكوريهم باش ما بغيتو، ليسونسييل كل حشوه تجي بنينه، حتى لا ديكوراسيون ما كاين باس الا لعبتو عليها. فوالا كانت هذه هي لا بتيت غوسات ديالي، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر ديالكم. وبالصحه والراحه، بسلامه عليكم، توجور نينا بيوتي 19.